توجه التلميذ يوسف رفقة والدته لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من أجل بداية موسم دراسي جديد في أجواء آمنة. يلا درت الجرعة الأولى وكانت مزيانة، ما حسيت بوالو، واحد شوية ديال الألم باش يلا تتخشى الليبرة وصافي. ما أنا اليوم جيت مع الولد ديالي باش غادي ياخذ الجرعة الأولى، ومن الأول ما كانش عندنا تخوف، يعني أوبليجي خاصنا نديروها، يعني المحافظة على الإنسان باش يحافظ على راسو وفي نفس الوقت يحافظ على وحدين أخرين. تحرص الأطر الطبية داخل مركز ثانوية ابن تومرت على العمل لساعات متواصلة لمرور عملية التلقيح في أجواء جيدة. عملية التلقيح ديال الأطفال من 12 إلى 17 عام تمت في أجواء مزيانة، وكان الإقبال كبير ديال الآباء، جابوا الأطفال ديالهم باش يتلقحوا لأنهم عارفين بأن التلقيح هو اللي غادي يمكننا من وقف هذه الجائحة اللي صابت العالم كامل. تخضع عملية تلقيح الأطفال لإجراءات صحية خاصة، إجبارية موافقة ولي الأمر واختيار نوعية اللقاح قبل التطعيم. بطبيعة الحال المصاريا دائما وإداريا ولوجستيكيا خاص ولي الأمر كيحضر مع الإبن ديالو، كيتسجل بالكود ديال المسار، والأب مرفوق بطاقة التعريف الوطنية كيسجل الاسم ديالو وكيوقع وكيرخص الإبن ديالو باش يستفيد من هذه العملية. المديرية ديال الدار البيضاء أنفر طبيعة الحال هيئة جميع الظروف المواتية باش تمر هذه العملية ذات البعد الوطني، تمر في أجواء جيدة. تأتي عملية تلقيح الأطفال التي تدخل في إطار الحملة الوطنية للتلقيح للرفع من المناعة الجماعية في البلاد والمساهمة في عودة الأطفال إلى صيغة التعليم الحضوري. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.